أمل ما كرسح الحزن، لا خافت قتل ولا سجن، وأمل ما كرسح الحزن، لا خافت قتل ولا سجن. شافت جماعة مشي معهم صرخت على مسمعهم، أنا أمل بنت الأمل والانتظار، وصرت البطل بس في اللي جاي انتظار، أنا أمل بنت الأمل والانتظار، وصرت البطل بس في اللي جاي انتظار. حلم انتصر ابن الشهيد راجع وطن حر وسعيد، مثل ما بعد الليل بيشتعل لكم مستمعينا الأكارم. بالعودة لانفجار الألغام على طريق عودة المهجرين والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، أوعزت إدارة الأمن إلى إدارة المعابر الحدودية ولجان استقبال المهجرين للتوقف عن استقبال أفواج جديدة من المواطنين بانتظار إشعار آخر، حيث ستقوم الجهات المتخصصة بالتعاون مع وزارة الدفاع بتسيير فرق متخصصة بإزالة الألغام. نسأل السلامة للجميع، كونوا معنا وسنوافيكم بكل جديد. شو بدي اقول لك؟ لاقول لك يا ايمن، الكل راح وتركني، الكل عنده مخططاته إلا أنا. فرحت للكل بس فرحتي راحت. عم حس الكل عم يحكوا معي جفا، لك حتى روان راحت وتركت. روان مثل النسمة اجت على هي الدنيا واختفت فورا. قلوبنا صارت منكوبة يا أيمن مثل بيوتنا. قال بدهم يرجعوا يعمروا، يا ترى بيقدروا يرجعوا يعمروا القلوب المكسورة؟ يعني الطفولة يمكن أكبر وأوسع شريحة ضررت من سنوات الحرب والتهجير، ما أخذوا فرصتهم بالنمو الطبيعي سواء بالتعليم أو بالثقافة، فشو منقدر نكرس جهد بهذا الاتجاه بيكون منيح. يسلموا هالإيدين. هلأ هيدا حصيلة عدة مراكز بحوث عالمية متخصصة طبعا بالاشتراك مع بعض الجامعات. عظيم جدا. في موضوع كمان، وزارة التربية طلبت منا نقدم رأي عام بتغيير المناهج اللي كانت، يعني نحنا شفنا التشويه اللي صار على المناهج لتغيير مفاهيم الناس وتراثهم، وهذا الشيء عملوه الفصائل المسلحة والمتطرفة سواء من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. فكيف ممكن نرجع نبني المنهاج على أساس تاريخ حضارة هذا الشعب؟ تعرفي إنه اشتقت لك؟ يعني ما بعرف كيف هيك لما رحت وما قدرت ودعكم. آسفة كتير بس جيت بابا خلتنا كلنا نمشي بسرعة. صحيح، الحمد لله على سلامته مرة تانية. الله يسلمك عمار. تعرفي حتى هذا المستودع صاير موحش من بعد ما رحتي. أنا كتير اشتقت لكم واشتقت للمتنا سوا. يا
هدرا منرجع نلتقي مرة تانية والله هيك صعبة. في كتير شغلات بالحياة ما قلنا ايد فيها. طيب لأيمت بدها تضل هاي الحواجز بيناتنا؟ أنا شو بساوي؟ عمار لا تكمل إذا بتريد. مثل ما بدك، بس بدي أسألك سؤال. هلأ يلي خلق الكون هو مو واحد؟ يعني هلأ مو رب واحد لكل الناس؟ طيب الناس ليش هيك عم تتصرف؟ ما عندي جواب عمار. يلا ديري بالك على حالك. الجيش الوطني السوري تدعو كل من حمل سلاحا إما أن ينضم للجيش الوطني السوري ليصبح من جنوده بكامل الترحيب، وإما ندعوهم للتعاون مع جزء الدولة وتسليم كل قطعة سلاح أو ذخيرة لها. إن جيش سوريا الوطني يشكر كل قادة وعناصر الفصائل الذين ساهموا بإنشائه ودعمه. الرحمة لشهداء سوريا، وليحيا هذا الوطن حرا أبيا. مبروك. الله يبارك فيك يا رب. هي نسخة من استقالتي قدمتها للقيادة، وإمتى ما بتكون يعني أنا جاهز وبالخدمة. يعني خلاص حسمت الموضوع؟ ما عاد فينا نقنعك؟ صار عندي مهمة تانية، رح سافر. شو؟ رايح سافر جيب أهلي وارجع لهون على البلد، ويا سيدي رح أسكن عندكم هون بهورا. استقبلونا؟ شو بنستقبلكم؟ بيتكم ومطرحكم وأرضكم وبلدكم. دير بالك على حالك. انتهي بالبلد. جهزوا حالكم انتو الثلاثة. نحن الثلاثة؟ ايه، صارت وراكم وملفاتكم بالنيابة العامة وبدنا نحولكم على القضاء. قضاء؟ ايه قضاء، بس ما مثل القضاء اللي كنتوا تعرفوه بمحكمة أمن الدولة وبأفرع المخابرات، محاكمة دقيقة أو تهم جاهزة. هون بحق لك توكل المحامي اللي بدك اياه، ومعكم كل حقوقكم أنت وياهم. يلا معكم 10 دقايق بدكم تكونوا جاهزين. وأنا وانت كمان بدنا نحولك على النيابة والقضاء، بس ما هلا، في تحية بده يكمل معك ومع رفقاتك اللي صاروا عنا بالسجن. عرضنا على الوزيرة تبعك إنه بادلك مع عبد السلام ورامز ومحمود ورفضت. برافو عليها. مبسوط حضرتك؟ إيه، لأنه هذا هو الصح. بس على فكرة أنا بعرف إنها رح ترفض، بس وحياة عيونك إذا ما رجعوا الشباب ما رح ترجع. يعني أنا أطمن على حالي هون، أنا بضيافة نايف البطل. لك أخص على الزمن أخص. أخص على الزمن أخص. لك نايف، يا فكني وخليني أروح،
يا أوصني وخليني أخلص من الشوفة هاي. يعني شغل كل الوقت وملفات كتير بدها دراسة. وانت وين؟ حذري كمان بالمكتب. شفت؟ ما حدا أحسن من حدا. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس انت كمان لازم تلاقي وقت لملك، وكمان لازم تفكر بالخطبة. ما بصير هيك. والله معك حق يا أختي، بس الله وكيلك. كل ما بقول لحالي بخلص الشغلة وبدي روح شوفها بلاقي هاي الشغلة صاروا 10 شغلات. الله يعطيك العافية. إيهاب، صار شي بموضوع أبو زهير؟ فكر إنه هاي الثورة يا عم. أبداً. يمكن أول ما طلعت كانت ثورة عن حق وحقيقي. وقتها كان العالم قسمين، اللي هن سوار حقيقيين. قسم منهم ماتوا لأنه كانوا شايفين القصة أخذينها من قلبه رب وكانوا بالواجهة، والقسم الثاني ترك وراح وهرب لأنه عرف إنه هاي ما عاد تسوى. لك نايف، يا فكني وخليني أروح، يا أوصني وخليني أخلص من الشوفة هاي. ألف الحمد لله على السلامة. هيك عن قرب يعني غير الحكي على التليفون. الله يسلمك. شكرا. أنا آسفة كتير إني جيت بهذا الوقت المتأخر، بس بالفترة الأخيرة كان عندي ضغط شغل كتير بالوزارة، يعني كنت أتمنى يكون النهار أطول لحتى لحق شغل. متوقعين وعازلينك. الحقيقة أنا جاي بموضوع تاني بخص الأستاذ عبد الله. يعني نحن أكيد ما رح نقدر نكرم كل اللي كانوا معتقلين بلحظة واحدة لأنه عددهم مئات الألوف، لكن الحكومة تبنت برنامج لإعادة شيء من الحقوق للمعتقلين السابقين أو اللي كانوا بالسنوات الأخيرة. مشكورين. بهي أنا برأيي إنه هو قرار صح. هدول العالم اللي قضوا عمرهم بالسجن من أيام الجامعة وعلى دفعات بيستاهلوا ينرد لهم اعتبارهم شوي. Thank you.
يعني هي الفكرة أنه يصير البرنامج جزء من يوميات الناس. بالنسبة إلنا وبحسب الاتصالات اللي عم تجينا من المتابعين، طريقة تقديمك للمواضيع بالبرنامج بالفترة الماضية كان إلها صدى كتير كويس. عظيم. إيه بس الفكرة أنه شو ما كان الموضوع ما إله قيمة قدام طريقة عرضه، وهذا كان من أهم أسباب نجاح برنامجك، قربه من الناس. وهذا تماماً اللي أنا بدي إياه. حلو المستمعين يحسوا أنه حديث حارة، خاصة أنه روح قلبي إطلع عن النص اللي محضره قبل كل حلقة. طيب أنا عندي موضوع كتير مهم لإلك. بالمختصر المفيد خود راحتك، حط كادر فني كامل، جيب المعدات والأجهزة اللي بتلاقيها مناسبة. أيا أنت بتعرفي أنه كتير بيفرحني هذا الحكي، بس بدي معلومات أكتر، مين وليش ومن وين بالتفصيل الممل. كلي أذان صاغية. طيب سجل عندك. أولاً ايه ماما، ايه الحمد لله كل شيء منيح، انتو كيفكن؟ ايه تمام، بس بدي تخبريني امتى رح توصلوا من لبنان؟ ايه اكيد مرتبطين فيكن لانه ما رح نقدر نعمل الخطبة قبل ما توصلوا. تمام، وانتو كمان ديروا بالكن على حالكن. ماشي حبيبتي، يلا ناطرينكن. الله معك، باي. أهلين إيهاب. أهلين حبيبي. لا من شوي وصلت. إيه أخوك مجد أبو المفاجآت بخير. شو؟ إيه يا ستي، طلعوا داعش خاطفينه وما بعرف كيف قدر يرجع يهرب منهم. لكن المهم من الآخر، مجد كشف عملية تهريب آثار من تدمر وعرف وين مخبينا. هلأ مكتب الشرطة من تدمر خبرني وحكيت معه، المهم إنه هو بخير وراجع لنا، وبس تشوفيه بتسمعي من لسانه كل شيء. يا عمري أنت وياه، لك أنتوا طول عمركم بترفعوا الراس. الله يبشرك بالخير يا إيهاب. ماشي يا قلبي، مع السلامة. خال بينهم العوافي ريتو. خال ركز معي شوي، في شي ضروري لازم تعرفه. شو في؟ بالعادة لما بنزل على الحارة مشان جيب الأغراض الوضع بيكون كتير طبيعي ورواق، بس اليوم في سيارة شرطة بقلبها أربع عناصر واقفين على يمين البناية وعم بيراقبوا. سيارة شرطة أربع عناصر وعم بيراقبوا، وقفوك شي؟ أكيد لا خال، بس هي أول مرة بشوفها. اسمع شو بدي لك. سامع أنا خال، سامع. بتطلع على السطوح وتراقب لي كل شيء. صار يا خان. كل شيء. أبو الزيك. حبيبي تعال عندي بسرعة. ايه في شغلة ضرورية عايزك فيها.
ايه عزيز؟ لا لا ليك الخضرجي بتطلعوا لي برات الموضوع نهائيا. خليك انت والشباب عم تراقبوا البيت من كل الاتجاهات. ايه ممكن تضطروا للاقتحام باي لحظه. خلص خلينا على تواصل. اسف نرجع لحديثنا، وين كنت عم تقلي المنطقه؟ هون. الله لا يوافقك على الخبرية. روح روح خلص، أنا بتولى القصة. روح خال. شو بدك حبيبي؟ ولك صوتكم واصل لعندي لهون، يعني هلا اذا ما توصل له شيء انت شو بصير بوضعك؟ شو بدك؟ فكني يا ابني، لا تخاف مني. لا لا بالحقيقه ابو زهير انا كثير خايف منك، كثير، لك اتركني هلا بمصيبتي هنيك، بعدين بفضي راسي وبيجي لعندك بنحكي مثل ما بدك. لك يا ابني فكني ورح خبرك بشغله تفيدك كثير وتشكرني عليها كمان. يعني نحن صحيح فرحانين باللي عم يصير بالبلد، هاي الفرحة الكبيرة بعد كل شيء صار، بس والله الفرحة الحقيقية بيطلع من قلب البيوت. بيتنا بيوت كتير كمان عانت مثلنا، صح ولا لا؟ مظبوط. أنا بالنسبة إلي حفلة صغيرة هون بالبيت بتكفي. وأنا بالنسبة لإلي شو بتقرري أنت موافق، ما عندي مشكلة بشي. شايفة إيهاب شو مرضي؟ بيوافق على بياض. بشرفك، هيك صبية ما بتوافقي على بياض؟ أي والله
يعني هلأ أنتي بمثابة حماتي. هيك بدك؟ لك هلأ نغير النغمة. لا. شو بيأثر عليك إذا رح طليت عليها يعني؟ ولا شيء، بس مجرد الروح على حالها رح تنفهم أني عم بطلب شغل، وأنا ما بحب لهي الحركات. وهي ما بتحب هالطريقة كمان. ماما، كل حدا ينام على الجنب اللي بيريحه، بعدين برنامجي ماشي ويا محلى لحاله، بدك بكرة يقولوا الوزيرة طلعته؟ أمي، هي عم تحكي إنه بدها تفتح مجال أوسع للشباب بالوزارة، وشافت شغلك على الإنترنت وعجبها. بجوز بدها تسألك سؤال بس، يعني هلأ صارت غريبة عنا؟ هلأ هيك بدك تحسبيها مدولة؟ خلص منروح غيره. سلامتك. ايه بشني اللي لساته مفكر انه زمن المناصب على راح الوزير فلان واجت الوزيرة علتانة. انا هيك بفكر؟ انا بفكر على اساس واو هي وزيرة بتروح من وشي ولا بطرقك بالبراد؟ لا لا بروح سيادة الماما. السلام عليكم. سامح، بدي اسألك كيفها سارة؟ احسن نسبية، لساتها عم تهلوس. سمعت انه اذا بتداوم على الدواء كله بيصير تمام. سلم عليها وقل لها انه الولاد اشتاقوا لها. يلا باي مدولة. باي. يا كنجو، انت مو كل وجودك مع نايف مشان المصاري. لا بيكون شق التوم مشان شو لكان. كتير حلو. اسمع لكان، انا نايف كان مخبرني وين مخبي المصاري، بس كان مربطني مشان ما اتصرف بغيابه. ايه ايه ايه، هذا اللي برا انا رح اشتري منك. شلون يعني؟ بتفكني اول شيء، بعدين بنطلع انا وانت على الصالة، تسلمني نايف وبتخلص منه ومني، بعدين انا بدي لك وين المصاري بتاخذهم بتروح. وبركي جربت تلعب بديلك هيك او هيك. بقول لك انا خجل العب بديلي انا؟ هو كله على بعضه كيس مصاري، رزم رزم بتاخذهم وبتروح. اصلا انا ما باكل مال حرام، وانت تصطفل شو ما بدك اعمل فيهم. كنجو لا تضيع وقت، اذا مات ما بطلع لك شيء ابدا. سبع السريع. وين المصاري؟ فكني بالأول. بركي ما كان في مصاري عم تضحك عليه. فكني. فك حالك. إذا حاولت تضحك علي أبو زهير رح فضي هذا الشيء بوشك الحلو. لا تفضي ولا أفضي، خلينا فك حالي وبعدين بنحكي. Thank you.
وين المصاري؟ ولا كلمة ولا حس أخو. سلام يا خال. أبو زهير طمني، صحتك منيحة؟ الحمد لله أنا بخير. لا تاكلوا هم، لا تاكلوا هم، ما في حدا. بدك انتبه يا ابني، الوضع مو منيح ابدا. نسر واحد، نسر واحد، حول. لك لازم يكون هلأ بالسجن. أنا؟ واي؟ صحت ولا لسه؟ كنجو؟ ما في حدا، كلهم تركوك وراحوا. ما في حدا هون غير انت وانا. والله ماني عارفان اشمت فيك ولا ازعل عليك. ماني عارفان انت شو محتاج هلا اكثر، السجن ولا المستشفى. بصراحه ما كنت متوقع انك ورا كل هالخراب يا نايف، قتل وخطف وتجاره مخدرات ومتاجره بارواح الناس. لساتني بتذكر من لما كنت صغير كيف ما كنت عارف تلعب لا مع مجموعة ولا مع فريق. بتذكر لما كنت اجي زوركم بالحارة نلعب عسكر وحرامية، كيف كنت تعمل قائد على كل رفقاتك. لساتني بتذكر كيف مرة ضربته لياسر بس لأنه ربح عليك، مع أنه كان بيستاهل يربح وأنت بتستاهل تخسر. لساتني بتذكر كتير منيح كيف زعلت واندمت بس لأنه فاطمة زعلت منك وما عادت حاجتك. ليكك ما تركت لحالك لا صاحب ولا رفيق ولا حتى باب تدقه. تعرف شو؟ مع أنك ندل بس قلبي عم يوجعني عليك كتير.
شو هالخطاب المؤثر هاد؟ أشعرت لي بدني يا رجل. حابب قلك إنه أنا تشردت بهالشوارع وتبهدلت، مع إنه بستاهل غير هيك. بس يا عترتي عليك يا إيهاب، الولد الحباب والشاب المثالي يلي بيحلم يعمل عيلة ويحافظ عليها فشل. دم أحلى بنت بحارتنا برقبتك يا إيهاب. يا لطيف قلبي شو حارقني عليك يا إياه. معك تصدق لأنه هاد اللي هون مات من زمان. وعلى فكرة لعبة العسكر والحرامية ما خلصت، قانون اللعبة الجديد العسكر هن اللي راح يتخبوا. ما كنت متخيل إني بيوم من الأيام رح أعيش هذا الشعور مرتين. هي اللهفة أول مرة حسيتها معك، وفي كتير شغلات بجواتي رغم كل شي لساتها لهلك، وشك ولمعة عيونك ما عم بيفارقوني أبدا. اشتقت لك كتير ورح ضل اشتاق لك، ورح تبقى ريحة عطرك معي وبذاكرتي دائما. يأمر علينا ويتمنى